ثلاثة ديال الشكيلات ب 400 غرام ديال الدقيق، يعني أبسط حاجة واقتصادية، حلوة اقتصادية إلى أقصى درجة. وهنايا نشوفوا الطريقة ديال التحضير ديالها، ندوزو لطريقة التحضير. السلام عليكم، كنتمنى إن شاء الله كلشي يكون مزيان وبصحة جيدة. الحلقة ديال اليوم كما كتشوفوا في الصور يعني غريبة، كتجي رائعة في الماكلة ديالها وفي المذاق، كتجي يا سلام. هنايا كنتمنى إن شاء الله تطبقوا بنفس الطريقة اللي كتشوفوا. كاين جوج بيضات، كبسة ديال الملح، جوج ساشيات ديال الفانيل 16 غرام، وعندي 150 غرام ديال السكر حبيبات، كاس ديال العنبة، واحد ملعقة ديال هاد الفلان ديال الفانيل. هاد الفلان ديال الفانيل بقى تاخدو راه فيه 50 غرام، يعني كدوز لكم واحد المدة. هادي راه يعني علبة راه فيها 50 غرام، راه ماشي راه فيها الكمية كثيرة. وهنايا كنتمنى ان شاء الله تجربوا بنفس الطريقه. وهنايا كما كتلاحظوا يعني خصنا نذوبوا السكر مزيان. هنايا غادي نعملوا كاس ديال الزيت، يعني 150 غرام بالميزان، الى عبرتوا بالميزان 150 غرام. هنايا كنخلطوا هاد المكونات مزيان، وهنايا باش غادي نخلي هاد السكر باش يذوب لنا واحد شويه. هنايا كما كتلاحظوا هنايا دابا غادي ندوزو، غادي نجيب واحد البسكوي غادي نطحنو، واحد البسكوي ديال باستا، باستا كتطلع رائعة ديال الفانيل، يعني في المذاق ديالها كتجي زينة. وهنايا غادي نبغيو على واحد القرمشة كتكون في الحلوة الداخل والمذاق ديالها. هنايا عندي نص كاس ديال البسكوي، يعني واحد خمسة تل ستة ديال لي كارويات ديال هاد الباستا. يعني اي بيسكوي بغيتو تعملوه ماشي مشكل، كطحنو كتاخذو من واحد 30 غرام حتى 40 غرام، يعني نص كاس ديال العنبه. وهنايا غادي نجيب واحد جوز الهند، يعني الكوك، غادي ناخذ واحد ملعقتين ديال جوز الهند، يعني الكوك والنوعيه الممتازه، ماشي داك العادي اللي كتلقى فيه واحد رائحه مزيانه. والله يجزيكم بالخير، ما تنساونيش في لي لايك ديالكم، يعني كما كنقول لكم لي لايك لابد، كيخص اللايكات يكونوا للفيديو لابد. هنايا الله يجزيكم بالخير. وهنايا كتكون هنايا الدقيق، على حسب الدقيق اللي غادي نعملو. هنايا عندي هنايا ثلاثة ديال الكيسان اللي عبرت هنايا، يعني 300 غرام، غادي نزيد مازال كاس ديال العنبه، يعني 100 غرام اخرى، هي 400 غرام ديال الدقيق، وصاشيه ديال الخميره. تعملوا 8 غرام او 10 غرام، يمكن لكم تعملوا 10 غرام تعملوها، هنايا لا حرج. هنايا كما كتلاحظوا هنايا غادي نشوفوا الطريقه مزيان ديال هاد الحلوه، لحقاش كاين بعض الاخوان يعني كيبغيو يعملوا هاد الحلوى ولكن ما كيعرفوش واحد الحاجه اللي كتصبر واللي ما كتصبرش. هذا يعني راه غادي يصبر معكم واحد المده، يعني ماشي غادي تعملوا اليوم ولا غدا صافي راه صافي، يعني راه قديم، يعني كيدوز واحد المده ديال 15 يوم بحال هكذا. وكيكون في مثلا شي علبه يعني كتشدوا عليه، ولا شي المهم شي حاجه اللي غادي تحميها من الهواء ولا من الرطوبه ولا من السخونيه من الحراره. وهنايا انا زدت كاس ديال العنبه ديال الدقيق، غادي نعمل هنايا يعني النصف تقريبا، وغادي نشوف يعني كنشوفو تدريجيا. عندي الدقيق هذا يعني الدقيق ديال الحانوت، يعني كل مره كتاخذ 2 كيلو 3 ولا 5 كيلو ولا مثلا كتلقاه يعني كيكون كيرخي الماء. انا عندي هنايا واحد القرطاس ديال 5 كيلو ديال الدقيق ديال الاتقان. وهنايا داك الاتقان هذا شتو كيبقى يطلق الماء، يعني باقي جديد، خصو يزيد يقدام شويه، يطول واحد شويه عادي يصلح للخدمه. وهنايا كتشوفوا العجينه ديالنا كيخصها تكون يعني متماسكه، ما تكونش كتلتصق على اليد. وهنايا مازال غادي نزيدها هنايا هاد الكميه كامله، يعني كنمشي تدريجيا تنشوف تنحصل على العجينه اللي بغيت، ماشي غادي ناخذ تسمعوا كاس وغادي تضيفوه كامل، لا، حتى تحصلوا على العجينه خصها تكون ما هي رطبه، ما هي يعني
متماسكة يعني تكون بين وبين. حقاش هاد العجينة هادي بدون زبدة يعني كتكون كتلتصق بحال ملي كتكون الزبدة ولا يعني ما كتجعلهاش يعني ديك الزبدة تلتصق على اليد وكتكون يعني ميدمة أكثر من الخانوم. انتما كما كتلاحظوا دابا غادي ان شاء الله غادي نزول هاد العجينه من هاد البول هذا، وهنايا غادي نجيب واحد اللاطه ديالنا وغادي نشكلوا. انتما شوفوا العجينه كيفاش كتجي، يعني كتكون بحال هكذا، يعني ما خصهاش تكون كتجبد كتكون متماسكه وكتجبد بحال المسكه، لا خصها تكون بحال هكذا كما شفتوا. وهنايا كنشكلوا الغريبه ديالنا وما نضغطوش عليها بزاف، يعني واحد القليل، يعني كنعملوا ليها غير بلاصه فين غادي تبلاصه في اللاطه ديالها وصافي. هنايا هاد الحلوه هادي انا كنعمل فيها 18 ديال الغرام، ويمكن لكم تعملوا فيها 20 غرام الا بغيتوها تكون كبير شويه. هنا كما كتلاحظوا كما قلت لكم الا بغيتوا الحلوه ديالكم تكون كبيره يمكن لكم تعملوا 20 غرام او 19 غرام على حسب، شوفوا نتوما اللي بغيتوا. وهنايا يعني هاد الحلوه كتطلع رائعه في المذاق ديالها، وصراحه يعني الا عملتوها للتجاره ولا يعني راها يعني غادي تسلككم، وصراحه يعني يعني كيكون فيها الربح بزايد على حسب، كتبيعوا ب 60 درهم يعني راه فيها الثمن يعني غادي تربحكم. وهنايا دابا كما كتلاحظوا ديتها للفرن على حسب 170 درجة، وهنايا كما كتشوفوا يعني النار كيخصكم تعملوا ليها الى الفرن الغاز عادي كنعملوا ليها النار غير من التحت حتى كنعرفوها طابط عاد كنعملوها تحت النار. وهنايا كندوب واحد شوية ديال الشوكولا على حمام مريم بحال هكا، وكنزيدها واحد القليل ديال الزيت. وهنايا يعني شحال الكمية ما بغيتوا. هنايا عندي هاد البيسكوي اللي كنت طحنت يعني اللي وريتكم يعني هذا الشكل، وهنايا عندي شويه ديال اللوز هاشي محمر، وهنايا عندي الكوكي جوز الهند. وهنايا بغيتو تعملوا يعني كل شيء شكل واحد يمكن لكم، وهنايا بغيتو تخرجوا فيها حتى اربعه ديال الاشكال. هنا غادي نعمل يعني ثلاثه ديال الاشكال، يعني ثلاثه كل ثلاثه ديال الصفوفه في هذه اللاطه غادي نعمل منها شكل. كما كتلاحظوا عندي 12 ديال الصفوفه كل ثلاثة، عفوا عندي 9 ديال الصفوفة هنايا كل صف، غادي نشكلو بشكل اختصاصي ديالو. هانتوما كما كتلاحظوا هنايا كناخدو الحلوة وكنضغطو ليها غير الراس ديالها في غير الوجه ديالها في الشوكولا، وكنضغطوها في جوج الهند يعني كل سهوله وطريقه سهله بزاف. هنايا دابا كما كتلاحظوا هنايا غادي ناخذ الشكل الثاني كما كتلاحظوا كنقلبوا الحلوه كامله بحال هكذا باش تسهل علينا، يعني غير كناخذوها يعني ما غاديش كسميتو انتما بهذه الطريقه هذه. انتما الشكل الثاني يعني عملتو في هذا البسكوي، ممكن لكم تعملوا فيرميسيل ولا اي حاجه بغيتوا تعملوها تعملوها. هنا كل مره بقى نحركوا شويه داك البسكوي او الكوك او اللوز يعني باش كيبقى كياخذ لنا واحد غير هذيك اللي من الفوق ما يكونش كياخذ لنا بزاف. هنا عاوتاني نجيو الشكل الثالث بحال هكذا كما كتلاحظوا، غادي نعملو ان شاء الله باللوز وبهاد الشوكولا البيضاء كما كتلاحظوا. هنايا هاد الحلوه ما بغيناش نقوي فيها مثلا الحاجه اللي كتكون سوداء، يعني نخلطوا الاشكال. ممكن لكم تعملوا غير الشوكولا بواحدها وتخططوها بالشوكولا البيضاء، ممكن لكم عاوتاني تخططوها بالباليو مثلا تعملوا ليها بحال شكل ميلفي ولا الزواقه ديال الميلفي ولا، يعني ليكم الاختيار. يعني جميع اي حاجه في الزواق
يمكن لكم تزوقوا. هنايا علاش عملت لكم هذه العجينه؟ يعني عجينه واحده كتخرجوا منها شكيلات، هانتوما الشكل النهائي. وكنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الحلقه هذه، وما تنسونيش في اللايكات ديالكم والبارتاج، وإلا كان شي تساؤل يعني يمكن لك تخلي لي تعليق. وشكرا لكم، وكنتمنى لكم اي حاجه كتمنوها في حياتكم. انتما شوفوا الشكل يعني واحد الكميه وفيره. وشكرا شكرا لكم انتما. غادي نقطع معكم وحده، انتما شوفوا الشكل ديالها، يعني كتجي ما هي رطبه ما هي شيشه، كتجي يا سلام وكثريه في المذاق. وشكرا لكم، والى اللقاء في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.